نمشي معك انت سي عبد الرحمن. ترى اللي ثم سوء تقدير للوضعيه وبالتالي ثم سوء حتى تقدير في تقديم الحلول اللي تقدمت لجهات الجنوب. هو على الاقل خلينا نبدا بالنسبه لبني قردان. بني قردان نعرف تاريخيا كانت مرتبطه بالمعبر ومرتبطه بليبيا، لكن في السنوات الاخيره الوضع في ليبيا وعدم الاستقرار في ليبيا ماهوش ممكن نربطوا مصير جهه كامله وخاصه خصوصيه الاوضاع في المناطق الحدوديه انه نربطها بالمعبر وبالجانب الليبي، وخاصه بعد الاحداث تاع بني قردان الاخيره وما اللي قدموه اهالي بني قردان. كان من المفترض ان الحكومه تاخذ اجراءات استباقيه وما نخليوش رواحنا للوضع هذا، يعني المساله مرتهنه ومربوطه بالوضع المعبر. وضع المعبر غير مستقر، الاوضاع في ليبيا غير مستقره، وكذلك لا نعرف تطور الاوضاع في ليبيا. فبالتالي لا يمكن اليوم انه المساله تبقى مرتبطه ما تنجمش تعول فقط على الجانب الليبي في الجانب يعني استغربنا انه الحكومه كيفاش، خاصه بعد زياره السيد رئيس الحكومه والسيد رئيس الجمهوريه، كنا نعتقد انه على الاقل الحكومه سوف تاخذ اجراءات استباقيه وخاصه واستثنائيه خاصه ببني قردان، ونعرف احنا خطوط الوضع وانعكاساته على المناطق الحدوديه.